بعد 30 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. هنا من وصل في المركز الخامس مع منذرة لحمد بن عبيد بن محمد الراشدي. التحية والترحيب من جديد وفي انطلاقة جديدة لتعلن انطلاقة لتنطلق الأسماء والشعارات للإبكار المهجنات الإجذاع مباشرة المركز الأول ليتابع المقدمة والصدارة. تابع في هذه اللحظات منصورة مطر بن حمد بن عبيد بن حضير ملك تبي هو المنطلق مع الصدارة, بينما المركز الثاني يتابع انطلاقة وتحدي حضور سالم بن مصبح بن محمد ملك تبي, بينما المركز الثالث يتابع ويراقب انطلاقة اغتيال بدر بن محمد بالشين الكثيري هو الحاضر, بينما المركز الرابع تابع وتابع انطلاقة هذا الشعار وتقدم. متابعين الكرام انطلاقة همس سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي هو المنطلق بانطلاقة همس, بينما المركز الخامس وتابع انطلاقة وتحدي الشاهينية هيان بن نوبي بن عزيز المحرمي هو الحاضر, بينما المركز السادس وتابع وراقب انطلاقة ابو ظبي مبارك بن حمد بالدليلة باللوي على العامرية هو المنطلق في هذه اللحظات, بينما المركز السابع والثامن متابعين الكرام وتابع انطلاقة والتحدي في هذه اللحظات مسموحة. ناصر بن مبارك بن ناصر المنصوري هو الحاضر, بينما المركز التاسع الانطلاق والتقدم دمعة خليفة بن علي بن سالم بن راشد الاكتبية, بينما المركز العاشر القدوم والحضور وتابع الشاينية منصور بن سالم بن علي بن سليم الاكتبي هو الحاضر. هكذا هي النتيجة للعشرة الأسماء المتقدمين الباحثين عن الفوز, ولكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول من تحتل الصدارة ومن تحتل المقدمة في هذه اللحظات. وتابع هذا الانطلاق وهذا التحدي منصورة مطر بن حمد بن عبيد بن حضير ملك تبي من يحتل الصدارة, ولكن التدخل وتابع انطلاقته وتقدم في هذه اللحظات من تتقدم هنا حضور سالم بن مصبح بن محمد الاكتبي يقدم شعاره, بينما المركز الثالث وتابع انطلاقة بوظبي مبارك بن حمد بالدليلة العامري, بينما المركز الرابع المنطلقة المركز الرابع وتابع في هذه اللحظات من تنطلق متابعينا الكرام وتندفع في هذه اللحظات. منصورة مطر بن حمد بن عبيد الاكتبي هو الحاضر, المركز الخامس وتابع انطلاقة وتحدي الشاهينية انهيان بن نوبي بن عزيز المحرمي هو المنطلق وهو المندفع مع المركز السادس في هذه اللحظات.
بدايه المركز السابع وتابع ميرال سعيد بن منانه بن غدير الاكتبي يقدم ميرال في هذه اللحظات. يا يسمى يا شعارات بدا التدخل في هذه اللحظات من الاسماء ومن الشعارات الباحثه عن الناموس، ولكن لنا عوده إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. من تحتل الصدارة؟ من تنطلق بالمقدمة؟ أتابع انطلاقتها وأتابع تحدي في هذه اللحظات من تسيطر على المركز الأول. الله 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 يا أبو ظبي مبارك بن حمد بن لويع العامري يقدم لنا شعاره، يقدم لنا أبو ظبي مع المركز الأول. المركز الثاني أتابع انطلاقته وتحدي برزمان محمد بن سويدان بن عبيد العامري. أم هنا من تنطلق اغتيال بدر بن محمد الكثيري هو المنطلق مع اغتيال. المركز الثالث أتابع وتابع من تنطلق حضور سالم بن مصبح بن محمد الاكتبي يقدم لنا شعاره. المركز الرابع وتابع انطلاقتها وتابع من تقترب في هذه اللحظات وتنطلق كيف علي بن عامر بن محمد البطيني هو الحاضر مع كيف في شوط الكم والكيف في هذه اللحظات. ايضا الحضور من الاسماء ياه شعارات، تابعوا هذه الشعارات وهذه الاعداد الهائلة التي تشارك في هذا المهرجان الغالي على قلوبنا. ولكن العودة الى ابو ظبي، الى ابو ظبي اسم تاريخي، اسم كبير له ثقله وله وزنه هذا الاسم. نعم من تحتل الصداره في هذه اللحظات من تنطلق أبو ظبي مبارك بن حمد بن لويع العامري يقدم لنا شعاره، يقدم لنا شعاره. ولكن القدوم والحضور تابع انطلاقتها وتابع اغتيال بدر بن محمد الكثيري يقدم لنا شعاره. بينما الاسماء اللي وصلت اوصلت اسماء خطيره وشعارات كبيره احضرت احضرت الشهريه. منصور بن سالم الاكتبي قادم بكل قوه، ولكن 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 من تنطلق اغتيال اغتالت المركز الاول، سيطرت على المركز الاول اللحظات الأخيرة. ولكن الشايلية الاكتبي قادم، الاكتبي قادم، بل تجاوز، بل انطلق في هذه اللحظات، انطلق مع الشايلية. منصور بن سالم بن علي الاكتبي بين هذه الجماهير. ولكن اغتيال، اغتيال، اغتيال الشايلية، الشايلية، اغتيال الشايلية الاكتبي، الاكتبي. ولكن بالشين، بالشين، ما تاخذون الناموس منه الا بالشين، الا بالشين. الله يا بالشين يقدم لنا شعاره. اغتيال، اغتيال، اغتيال. اللحظات الاخيره أبو ظبي عادت، أبو ظبي تحركت، أبو ظبي، أبو ظبي. ولكن بالشين، بالشين، بالشين غادر بالفوز، غادر بالانتصار. نعم ما تاخذون منا الفوز الا بالشين. سلام للوثبة، سلام، سلام للوثبة، سلام، سلام للعاصمة ابو ظبي، سلام، سلام الصعب، سلام سناب العزم، سلام. المركز الثاني ابو ظبي، اوصلت ابو ظبي مع المركز الثاني مبارك بن حمد العامري. المركز الثالث اوصلت
نشره راشد بن محمد بن مبارك الخيل المركز الرابع. وصلت مع المركز الرابع الباسلة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الخامس. وصلت مع المركز الخامس الشاهنية منصور بن سالم الاكتبي. تهانينا والناموس لمالك اغتيال واغتيال للناموس. تهانينا والناموس لمالك اغتيال. 9 دقائق 25 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. بدر بن محمد بالشين الكثيري. تهانينا والناموس المركز الثاني. وصلت مع المركز الثاني متابعينا الكرام، كانت بتوقيت الزمن 9 دقائق 27 ثانية، جزئين من الثانية. كانت متابعينا الكرام أبو ظبي مبارك بن حمد بالدليلة باللويع العامري. تهانينا والناموس المركز الثالث. وصلت بتوقيت زمن 9 دقائق 28 ثانية، جزء وحيد من الثانية. تهانينا والناموس. وكانت متابعينا الكرام نشرة راشد بن محمد بن مبارك الخيلي المركز الخامس. 9 دقائق 28 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. وكانت من نصيب متابعينا الكرام الباسلة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.